في الوقت الذي يضيق فيه الخناق على العقيد معمر القذافي دوليا بعد تمديد حلف الأطلسي مهمه في ليبيا إلى غاية أيلول سبتمبر المقبل واتهامه بارتكاب جرائم حرب من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثوار الليبيون ينجحون صباح الخميس في السيطرة على بلدتي قصر الحاج وشكشوك القريبتين من صبرة غرب العاصمة طرابلس. اغتنمنا منهم عدة آليات، 3 دبابات، حوالي 10-14.5، حوالي 20 سيارة صغار وذخائر واسلحه خفيفه ما نقدرش نعدها، يعني فوق ال 100 بالفوق 100 قطعه، وهم قاعدوا يضربوا في الخطوط نتاع الضغط العالي باش عطلوا الخط الجبل هذا الكهرباء كله. سكان قصر الحاج وشكشوك الذين عاشوا تحت ضغط الحصار والمعارك منذ أكثر من شهرين خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بالنصر، وسمح هذا الاختراق العسكري للثوار بإعادة الكهرباء إلى بلدات جاد والزنتان ورجبان.